ليست كلمة نعم صحيحة دائما. حين يلعب الطفل بالكهرباء ينبغي أن نقول له لا، وحين يقصر ولد في الصلاة، وحين يتهاون موظف في العمل، وحين تخير أنت بين أمر ضار تحبه وآخر نافع تكرهه، لا تترك نفسك لهواها. علمها كيف ومتى تقول لا، وكيف ومتى تعاقب. كن كما قال المتنبي لسيف الدولة: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى.